ما شاء الو، الله. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل معايا. معاك سجاد من العراق، سجاد، عارف سؤالنا اليوم يا سجاد؟ ممكن توضح لي السؤال؟ السؤال: هل الإمام محتاج أم معطي؟ معطي من الله. اشرح لي يا سجاد، يعني ايه معطي من الله؟ يعني الإمام لا يحتاج، إلى الله؟ لولا ماذا؟ لا يعني يحتاج إلى بتقول أي أمر؟ هل الإمام معطي أم محتاج؟ كل الأمور الحياتية. محتاج لله أيوة وليس محتاج للخلق. ماشي، كمل. أي الإمام يحتاج إلى الله. هو هذا شنو يعني؟ لماذا يحتاج الإمام إلى الله؟ نعم. لماذا يحتاج الإمام إلى الله؟ عليكم السلام. تفضل يا سجاد. دقيقة رب. دقيقة، ماشي يا سجاد. لا لا، كمل كمل. لماذا يحتاج الإمام إلى الله؟ شنو السؤال هذا بربك؟ لماذا يحتاج الإمام إلى الله؟ تقصد صدق؟ بصدق والله. لماذا؟ لا، اكو مثال يقول توضيح الواضحات من اشكال المشكلات. لا شنو اللي ماذا يحتاج الامام الى الله؟ يعني أنا كبشر أحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، لأني أخاف الله، ايه؟ أطمع في لان الله جنته، صاحب الامر. أطمع في رزقه، أطمع في بركته، أطمع في رحمته. يعني أنا أحتاج إلى الله في كل خلاص شنو؟ هذه الأمور. لماذا يحتاج الإمام إلى الله؟ لان هو صاحب الامر، هو خالقه. يعني أنا بسألك برضو السؤال، هو خالقه فقط لأنه يحتاج إليه، لأنه هو خالقه فقط، هل يحتاج الإمام؟ خالقه هو صاحب الامر. ممتاز. هل يحتاج، خالقه لان الامر بيده، الامر بيد اسمعني الله. اسمعني، هل يحتاج الإمام إلى الله في الرزق؟ نعم هل يخاف الله؟ نعم هل يرجو رحمة الله؟ شنو؟ يرجو رحمة الله؟ يرجو رحمة الله؟ نعم، الإمام يرجو رحمة الله؟ أول شيء الله والإمام، تمام؟ هو بيده يعطيهم الرحمة، تمام؟ أنا هم شفت سؤالي يحتاجون واضح. ظاهرا. أنا بسألك هل لا يحتاج يحتاجون، رحمة الله عفوا مصر. فعليا؟ ترى يحتاج رحمة الله. هل يخشى من غضب الله؟ يخشى من غضب الله؟ نعم. يخشى من غضب الله. شنو لماذا؟ شنو؟ يبقى إذا ما هو الشيء الذي معطي فيه إذا كان هو كل هذا محتاج؟ ما الأمر الذي هو معطي فيه؟ إذا كان ما شأن فهمت شلون بقية يعني؟ البشر، يعني إذا كان شأنه شأن بقية البشر، يخاف، يعبد، يرجو الرحمة، يخشى الغضب، ما الأمر هذا الذي، ظاهرا، يعني إيه ظاهرا؟ هذا ظاهرا. يعني إيه ظاهرا؟ فهمني يعني إيه ظاهرا يعني؟ أنا أقول لك، قول لي. الإمام علي يقول أمرنا الله، اسمعني اسمعني، يقول أمرنا الله أن نمشي في الأسواق ونأكل ونتزوج، تمام؟ مثل البشر، لكن ظهرهم نور. مثل اللي هو الإمام مش بشر؟ ظاهرا بشر، لا، تكوينا باطنا نور. ظاهرا وباطنا. الإمام بشر أم لا؟ باطنا نور، أنا بسألك باطنا سؤال، نور. الإمام بشر أم لا؟ مفيش باطنا وظاهرا نورا، يا إما يكون هذا نورا مش إما الشيء يكون الموجود بشرا. كيفك. هذا الموجود بالكتب، هذا الموجود بالكتب عندي. شنو يعني؟ مو على كيفك هذا. يعني إيه اللي مو على معلش؟ يعني ما تقدر تحصر لي، ما تقدر تحصر بين هذه الأشياء. أنت كراجل شيعي فهمني، إيش باطنا نورا ظاهرا بشرا؟ فهمني يعني إيه؟ باطن خلقه، تمام، وروحه نورية، نور. فهمني انت كشيع بقى، انت راجل فاهم اكيد في الحسين، فهمني اشرح لنا يعني ما معنى ان الامام نورا شنو يعني؟ يعني باطنا؟ اخذك النور الحقيقي واقول لك شوف هذا النور. لا مش كده، انت فهمتها ازاي ان الامام نور؟ يعني فهمني انت يعني مفهومك لمعنى ان الامام باطنا نور ظاهرا بشر، انت فاهمها ازاي؟ انا اقول لك شيء، ايوه ازاي شلون؟ وليش صار بشر وليش نور؟ ايوه فهمني. اكو روايه للامام علي، واكو روايه ثانيه من الامام الكاظم، يقول اول ما خلق الله نور، امر هذا النور ان ينشطر شطران. امر النور الاول ان يكون محمد، والنور الثاني ان يكون علي. ومن نورهم خلق نور اهل البيت، ومن نور اهل البيت خلق وخلق وخلق وخلق، تمام. تمام. وامر الله ان نمشي بالاسواق وناكل ونتزوج تمام. كمل. اي يعني هم مش بشر. هدف ربك ظاهرا، هو دلوقتي هم مخلوقين من نور لا ما في والبشر ظاهر، ما مخلوقين في من ظاهر، طين.
انا بتكلم، الله اكبر. انا لو رجعت بالقران الكريم، انا لو رجعت للقران، مش لا انتوا بتقولوا خلي كل، بالك، مش انتوا بتقولوا كل قول يخالف القران لا نعمل به؟ مش ده كلام الشيعة؟ ولا ده شنو كلام، شنو مش انتوا عندكم، شنو مش انتوا عندكم كل قول يخالف القران لا تعملوا به؟ يخالف القرآن؟ لا نعمل به، صح. طيب فين في القران لكن هنا الذي الآية من يفسر الآية بالبداية؟ تفسير الامام؟ هنرجع لتفسير، ما الامام، بالضبط اسمعني الامام التفسير، هذا يا عم التفسير. اسمع، الامام قال لنا ايه؟ اعرضوا احاديثنا اي اقوالنا حتى التفاسير، دي من اقوال الامام على القران، فما وافق القران فخذوه وما خالف القران فهو زخرف، صح؟ بالضبط. هو من اللي يفهم القرآن؟ ما الايه القرانيه، احنا هنعرض ايه على الايه القرانيه؟ هنعرض على كلام الله، كلام الامام على كلام الآية الله. القرآنية من اللي يفسرها؟ من اللي يفهمها أصلا؟ انت يا ابني بتتكلم بعقل ولا بتتكلم بغير عقل؟ لا جاي أفهمك، هذا دين أنا، دينك انت دين بيقول لك غير اعرضوا ديني. احاديثنا على أنت ما القران، تفسر الآية صح؟ بالضبط. لما اجي اعرض حديث على القران، أعطيني مثال وأنا راح أقول لك. لما اجي أعطيني اعرض مثال حديث أنا حتى أبسط لك يا الفكرة. عم، لما اجي اعرض حديث على القران، هل بعرض الحديث على الايه بالضبط. القرانيه ام تفسير الايه القرانيه؟ لا، على تفسير الآية القرآنية، يبقى انا عرضت الحديث لأنه على، راجع للآية يبقى القرآنية. انا عرضت الحديث على القران ولا عرضت الحديث على حديث؟ نفس الشيء. وصلنا الفكرة. دقيقة، أول شيء الرواية صحيحة للإمام، تمام، هي بمثابة آية قرآنية. يعني راح تقول لي شلون؟ القرآن كلام راح تقول لي الله، شلون؟ اسمع القرآن كلام الله، أي فهل كلام الإمام مساوي أي لكلام الله أم دون كلام الله؟ بالضبط. إيه اللي بالضبط؟ فماكو فرق يعني بين كلام الله، أيوه ماكو فرق بين كلام الله وكلام الإمام، لأنه راجع للإمام، الله أكبر والله، لله، وما قدر الله حق راجع قدره، لله. أقسم أي بالله، بالله عليك يا سجاد، أنت مقتنع باللي أنت بتقوله ده؟ والله مقتنع صراحة. إن كلام الإمام كلام مساوي، الإمام وكلام الله، كلام الرسول كلام الله. كلام الإمام مساوي لكلام الله؟ أي لا، هو مو ذاته، ما يتكلم من ذاته. الإمام الرضا صلوات الله عليه يقول: خلق الله الأشياء وخلق المشيئة ونحن مشيئة الله، ما شئنا شاء الله وما شاء الله شئنا نحن. يعني الإمام علي لما شتم الإمام راجع امرأة، لله. يعني الإمام علي لما شتم امرأة قال لها هي التي لا تحيض مثل النساء، هذا كلام الله له؟ قال أي له لها هذا الكلام؟ كلام الله. نطلع الرواية أنا نقول شنو بسألك هاي الرواية، شنو يا عم من غير ما أطلع هاي الرواية، الرواية، شنو أنا من غير لا ما أطلع لا لا الرواية، نطلع الرواية أنا هذا بسألك سؤال، هل هذا كلام الله الذي أمر الإمام أن يقوله؟ بالبداية، نطلع الرواية حتى ما تبقى بس سب. طب هو هذا ليش سبها؟ يا عم اسمع بس، انا عارف قصه ليش الروايه سبها؟ كلها، انا لا بسالك سؤال جاوبني على قدر السؤال، عندما قال لها الامام تلك حلو. الالفاظ، هل هنا الامام كلامه اي كلام هو نفس كلام الله الذي امره به؟ قال له قل اي لها كذا؟ انت خذ قاعدة، انا الامام لا يتحدث من نفسه، طيب هسالك الله السؤال يتحدث اسهل، عن يا امه. اسالك سؤال اسهل، تتكلم نام، عندك، اقعد نام. عندك قول عن الامام بيقول يا عض ايه رأبيه، هل هذا كلام الله للامام؟ شنو؟ يا عض ايه رأبيه، يا شنو؟ يا عض اير ابيه، هل هذا كلام الله؟ شنو يا عارض ادبي؟ عض، ابيض ولا ابيض؟ عض، يا عض اير ابيه، خلط طلع الروايات، ممكن تنياش اكتب؟ اكتب يا عض عين الف ضاد عاد اير ابي ابيه، ده كلام الامام، هل الله علمه هذا الكلام؟ شوف الرواية. رد عليا، لا خلينا نشوف الرواية، شنو قال حتى تفهمها، حتى اجاوبك. شنو اجاوبك؟ كيفي ايه اللي تشوف الرواية؟ ما انت قلت لسه كلام الإمام كله كلام الله، لا ليش ما يتكلم رواية إلا وين موجودة هاي؟ تمام، اشوف الرواية وين موجودة هاي، تفهمها شنو الكلمة. تاني تشون الكلام، انت فاهم الكلمة كويس بس انت اللي تستهبل يا سجاد، تمام، والله العظيم ما فهمت الكلمة، اقسم بالله العظيم. اكتب ألف عين ضاد يا عاط ابيه، اير ابيه في نهج البلاغة، دقيقة تمام، وجاءت في انساب الاشراف للبلازي من عبد الله امير المؤمنين الى عبد الله بن كيس قيس، اما بعد يا ابن الحائك يا عاض اير ابيه، جاءت ايضا في الامال المفيد في صفحة 72، تمام، ثواني خلي شوف، يلا رد، اسمعها لك من احد علماء الشعب بيقولها، ها؟
ليش ما تحط مجال؟ كل ده ما ليش ما ادتوش تحط مجال، مجال سنتر؟ يخرب ما تتكلم بيوتكم عن يا اخي، نفس كده. يا اخي يخرب بيتكم يا اخي. ده انا هل بقالك معايا على انت طلعت الاتصال، اللي تشوف انا؟ بقالك معايا على ليش انا الاتصال 10 دقايق. لسه في هو طلب؟ ليه كل الشيعي بيطلع يتباكى بعد كل الكلام ان انا ما اديتوش مجال؟ تمام؟ يعني انت بتتباكى على ايه؟ خزينة على خزينة غير شو بدنا نفكر معناته. ما اقرا جينا يلا، جنبك من كيف شنو؟ اقرا يلا. صديق كذب. يلا لا تقول يلا عندنا عيب ترى يا مالي. يلا يلا عيب. ايه اللي عيب فيها؟ اوكي عندنا مجتمعنا ما تصح. طيب اتفضل. ملوا اعجاب بالبث يا اخواننا الاحبه، بارك الله فيكم، ومشاركه البث المباشر جزاكم الله كل خير. اتفضل وين روى؟ ما جاي كتاب يا كتاب. يا اخي. الكتب، انا قلت لك الكتب يا اخي. بغدير شو اسمه؟ ايه؟ أنساب الأشراف قلت؟ في انساب الاشراف موجوده ايضا. تمام، ادي اهي من اللي قال على عندنا؟ الشاشة امير المؤمنين عندك اهو. تمام، من اللي قاله؟ امير المؤمنين عندك، ما بقول لك. قال إن لما بلغ عثمان موت أبي ذر بالرب ذي قال رحمه الله، فقال عمار بن ياسر نعم فرحم الله من كان انفسنا، فقال عثمان يا عاظ اير ابي. لا، الامام عن ابي عبد الله بيقول لك هنا، من عبد الله بن علي امير المؤمنين الى عبد الله بن قيس اما بعد. تمام، وعندك في شرح نهج والله البلاغة اللي موجودة. طلعتني تمام، فقال يا والله أمير اللي المؤمنين، أمير المؤمنين عبد الله إلى عبد الله أما بعد، يا ابن الحائك يا عاض إير أبي. تعال أسمعها لك أنا. من مين؟ ويا تعال هذا انساب أسمعها لك. الاشراف الجزء السادس صفحه 169 صح؟ أقول لك الصفحة كام؟ أنساب الأشراف البلاز، من صفحة 231. ايش قلت؟ صفحة 231. 231 اهي موجود حتى في كتاب نهج السعادة السلام. كمان. ادي اهي الصفحة اهي قدامكم يا اخواننا الاحبة، انساب الاشراف 231 231 اهي تحت في الهامش اهي، من عبد الله علي امير المؤمنين الى عبد الله بن قيس. هنقعد نلف كتير شنو وندور، كتب من عبد الله؟ هنقعد نلف وندور كتير ولا مش هنقعد نلف وندور كتير؟ شنو؟ هنقعد نلف كتير. انا غير اطلع الرواية، انت طلع الرواية طلع الرواية شنو؟ وبرجع لي، طلع الرواية وبرجع لي. أنا عارفك اتزنقت، مش أنتوا بتدعوا إن سلام كلام الله. الإمام كلام الله؟ الله المستعان.